في جو مليء بالحب والصراحة التقت كاميرا عربود المطرب رامي جمال وزوجته داخل بيتهم. رامي ونريمان اتكلموا عن كواليس اللقاء بينهم وسر أغنية الحال ده مش نافع اللي لو كانت نجحت ما كانش هيتجوزها. ما فيش في حياتي أي جديد. كان رامي بيتكلم معي قبلها في إن لو الأغنية دي نجحت أنا وإنتي هنسيب بعض، فكنت قبل ما الاغنيه تنزل اصلا يعني انا كارهه ان هي تنجح. الاغنيه ما حققتش نجاح كافي ورامي ونريمان اتجوزوا، بس يا ترى بدايه قصه الحب كانت ازاي؟ بدات بان ريمان كانت عايزه اغنيه، تعمل اغنيه، فجت لي وعملنا اغنيه، واحنا بنعمل اغنيه بدانا يعني اعجبت بيها حبيتها، وقت بقى اقنعها اللي هو هتكملي هنا ولا احبك ولا ايه. اول ما جه قال لي ان هو كلم مامته وبابا نسيت كل حاجه. اول ما جه قال لي كده قلت له لا فاطمه وافقت ابوسيدك يلا. ما تشيليش جواكي حاجه تحكي ليا كل حاجه. حب نريمان لرامي خلاها سابت الغنى، بس هل بعدت عن الفن؟ رامي بيشركني معاه في كل بختار مع الاغاني، اول ما بيلحن حاجه بيسمعها لي، ولما بشوفه بينجح بحس ان انا كمان يعني بحس ان انا ما بعدتش عن حلمي ولا بعدت عن الحاجه اللي كنت بحبها خالص. انا دلوقتي عايش فتره مش سهله. رامي جمال ملحن ومطرب مشهور، وده بيسبب غيره لنريمان. غيوره وعصبيه، يعني نريمان غيوره وعصبيه، بس مش غيوره في حاجات تافهه. هو حواليه معجبات كتير وحواليه ناس كتير وحواليه، فطبيعي ان انا غصب عني في ساعات بغير. نريمان زي ما كانت مطربة ناجحة هي أيضا ست بيت شاطرة قوي. نريمان فنانة، يعني هي فعلا فنانة. اكتشفت إن هي في يعني مثلا نريمان لو بتعمل أكل أنا ببقى فاهم إن ده أكل بتاع حد، يعني لو جبت حد من أصحابي ياكل استحالة أعرف أقنعهم إن ده مراتي اللي عاملاه. ليالي بتوحشيني وقلبي يتألم. نجاحات رامي كمطرب ما بعدتوش عن التلحين، ففي الفترة اللي جاية هيقدم أغاني كتير لعدد من كبار المطربين. عملت أغنيتين لعمرو دياب، عملت أغنية لمحمد منير، عملت أغنية لأصالة، عملت أغنية لأنغام، قلت إن شاء الله أغنية لشيرين. مش عايز أنسى حد، يعني دول اللي أنا فاكرهم دلوقتي. وعن حقيقة وجود خلافات بين رامي جمال ومحمد حمائي. لا، ما أعتقدش إن في يوم من الأيام هيبقى في خلاف بيني وبين حمائي أبدا. إحنا أصدقاء وشنا حلو على بعض، كنا سبب في نجاح بعض. هو كان الانطلاقة الحقيقية بتاعتي في ألبوم خلص الكلام، وأعتقد أني كنت سبب من الأسباب بعد ربنا في انطلاقته الحقيقية برضو، في أنه هو ألبوم خلص الكلام ده كان الانطلاقة الحقيقية بتاعت حمائي.